هو عادة تساقط الشعر إذا نحن عم بيتساقط شعرنا بين تقريباً 50 ل 100 وحدة بالنهار، هيدا الشيء طبيعي وهيدا الشيء يعني ما لازم نخاف منه in a way. بس الفكرة إنه تساقط الشعر بيتأثر بكذا عامل، والعوامل يلي نحن ما فينا نتحكم فيهم هن الوراثة وحتى العوامل التقدم بالسن. دونك هول الشغلتين اللي نحن ما كتير فينا نتحكم فيهم، كل شيء خاصه بتساقط الشعر. وفي كمان عوامل تانية نحن نكون عم نعملها وبتأثر على انه يتساقط تساقط الشعر بشكل كتير. اول شيء العالم اللي كتير تصبغ شعرها او بتقسى كتير على شعرها بالصبغه، وكمان العالم اللي كتير بتشد شعرها بطريقه كتير قاسيه، يعني في كتير عالم بتضلها تشد شعرها لدرجه انه بنحس بصير في فراغ بالراس. مزبوط. اوكي هون كمان هيدا الشيء بيأثر على تتعب الشعرة.